أرجو إن المكان يكون عجبكم. هو في بعد كده؟ الله، يعني أنا مش شايفك مبسوط قوي يا عم عبد العزيز. لا أنا مبسوط يا مراد بيه، بس يعني ما تأخذنيش. البيت اللي أنا قفلته بإيدي أنا عشت فيه عمري كله. يا سيدي أنا لو منك أنسى كل اللي فات ده وابتدي أعيش حياتي الجديدة بوضعي الجديد. محدش يقدر يغير جلده يا مراد بيه. يا عم عبد العزيز محدش طلب منك تغير جلدك ولا حاجة، كل اللي مطلوب منك إنك تحط على الجلد القديم جلد جديد وتظهر طلب الباشا. أنا أكيد لما تعيش في وسط الناس بوضعك الجديد هتساعد صفية هانم لما ترجع إنها تقبل حياتها الجديدة. أنا كفاية عليا إني أعيش جنب بنتي. الباشا عامل لكم ترتيبات جديدة إن شاء الله، وأنا عايزكم تساعدوا الباشا عشان يظهركم بوضعكم الجديد، لأن مقامك دلوقتي من مقام أدهم باشا نفسه. المهم عملوا حسابكم بكرة الصبح إن شاء الله تنزلوا طنطا مع المحاسب علشان تشتروا هدوم وخلافه، ده برضو طلب الباشا. أكيد الباشا عايز يسعد صفية هانم لما ترجع وتلاقي أعز الناس لقلبها عايشين في عز ونعيم. ربنا يجيبهم بالسلام. الباشا أمر بصرف جزء من مرتبك كأخول العزبة علشان تتصرف منه. اتفضل يا عبد العزيز. طيب هستناكوا تحت عشان الفطار بعد إذنكم. ايه يا عبد العزيز انت حقك تفرح. افرح عليه نفيسة؟ عشرة السنين دي كلها معايا ولسه مش عارفة جوزي. انا مش راضي على اللي بيحصل ده ابدا يا ام صفية. ليه بس يا عبد العزيز؟ دي مش عيشتنا ولا ده توبنا. احنا عاملين زي اللي محطوطين في فاترينا والناس هتتفرج عليهم. ايه الكلام ده يا عبد العزيز؟ بنتنا وجابت لنا العز والهنا، مالها الناس ومالنا؟ هتعملي ايه بقى لما الناس تقول ان احنا عايشين من خير الباشا؟ هتاكل اللقمه ازاي وهي مش من عرق جبين جوزك؟ هتعملي ايه لما الناس تبعد من سكتنا زي ما بتبعد من سكه الباشا؟ حتى اهلنا هيخافوا يقربوا مننا. يا اخويا احنا عمرنا ما تمنينا الا الخير للناس، وبعدين انت ما ساعدتش للباشا عشان تعيش من خيره، سلمها لله يا عبد العزيز. قدر الله وما شاء فعل. امشي قدامي وانت ساكت. ما تهزر ايدك يا باشمهندس وانا بينا بس حبيبي. امشي، انا هشوف كلام مين فينا اللي هيتنفس. هو كده فيها يا باشمهندس؟ ايه اللي حصل؟ ما ادريس مراد بيه فين؟ الولد جنين ده عمل ايه؟ مش شغلك مراد بيه فين؟ جوه يا باشمهندس. امشي قدام. مش كده يا باشمهندس؟ امشي. عليك يا دنيا. قال ايه بطلوه ده واسمعوه ده؟ صديق ابن درويش بيقول لاني مش شغلك. مراد بيه اهو مت. صباح الخير يا مراد بيه. انا لا مؤاخذه كنت فاكر سعادتك لوحدك. الله، هو يعني في حد غريب ولا ايه يا باشمهندس؟ ده عمك ودي الست مرات عمك. صباح الخير. صباح النور يا صديق. خير يا باشمهندس؟ في ايه؟ الولد الجنايني ده سعادتك مش عاوز ينفذ تعليماتي. ليه يعني مش عايز ينفذ تعليماتك ليه؟ يا فندم كذا مره قلت له ما يحرقش القش من الناحيه القبليه لان الدخان بيخش على المنحل وبيخلي النحل يهيج علينا. مخصوم منك يومين يا صالح، ولو خالفت اوامر الباشمهندس بعد كده وتعليماته الباشا نفسه اللي هيتصرف معاك، مفهوم؟ مش هيحصل تاني ساعه البيه. روح يلا. في الحقيقه يا باشمهندس انا معجب جدا بحزمك. اهو كده ابن اخوك هيكون له مستقبل كبير قوي معانا يا عم عبد العزيز. اهو بحق يا باشمهندس عايزك تعمل حساب عمك في برطمان عسل اول قطفه وتجيبه له على هنا. أصل عمك ومرات عمك هيعيشوا معانا هنا على طول، مفاجأة جميلة مش كده؟
حاضر يا مراد بيه، اول ما نجمع العسل ان شاء الله نصيب عمي هيوصله لحد عنده بعد اذنكم. تفضل. الله يا جماعه، ما تشربوا الشاي، مالكم ساكتين كده ليه؟ لا لا لا، انتوا من هنا ورايح لازم تاخدوا بقى على المسائل والمشاكل التافهه اليوميه دي، خصوصا لما تنزل شغلك يا حضره الخولي. باذن الله يا مراد بيه. اهلا وسهلا. ايه اللي جابكوا هنا يابا؟ جايين نبارك لعمك ونطمن عليه. طب عشان خاطر ارجعوا، ارجعوا عشان خاطر. مش كده يا باشمهندس، دول برضو اهلا. انا ادريس، خليك بعيد عن الموضوع ده. حاضر، على رايك، انا مالي، هروح حد خبر لمراد بيه ان الجماعه واصلوا. عايزنا نرجع ليه يا ابني؟ احنا جايين نعمل الواجب مع عمك، مش دي الاصول؟ عمك، عمك اللي انت بتتكلم عليه ده، شو اللي باع بنته وقبض الثمن؟ اخويا ما باعش بنته يا صديق، وكل حي بياخد نصيبه يا ابني، ولو انت شايف غير كده انت حر، لكن انا ما اقدرش اقاطع اخويا عشان اتجوز بنته لواحد غيره. يا بعمل معروف، بقول لك علشان خاطري، انا مش عايزكم تدخلوا القصر الملعون ده عشان خاطري. ملعون؟ طب ما انت ذات نفسك شغال فيه يا باشمهندس. يعني ايه الكلام ده يا اسف؟ مش فاهم تقصد ايه. لا انت فاهم قصدي كويس قوي. فوت بينا يا اسف وتعمل الواجب. يابا يابا يابا، بقول لك عشان خاطري بلاش. انت هتمنع ابوك بالعافيه ولا ايه يا صديق؟ ما انت لو رضيت بالمكسوب هترتاح وتريح الكل معاك. خلاص الكلام في المساله دي ما عادش له لازمه يا ابني، مفيش حاجه هترجع اللي فات تاني. وصفيه هتفضل بنت عمك برضه، وعبد العزيز هيفضل اخويا برضه. واللي بتعمله ده مش هيرجع لك صفيه ابدا. واسمعها مني كلمه قدام ابوك وامك، ما كنتش هتتقبل اللي حصل ده، هتضيع نفسك يا باشمهندس. يلا بينا يا اولاد يلا. يابا يا مرحب يا مرحب يا مرحب. الله يبارك فيك. ده ايه النور ده؟ ده نورك انت يا رفيسه يا اختي. اتفضلي 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 يا مرات اخويا. بسم الله. ماشي يا حبيبي. لا بقى ما تعمليش مكسوف، مد ايدك يا اخويا. ايوه يدوم العز يا اخويا. الله يخليك. ما يجيش بعد عزكم يا اخويا. قولي لي يا اختي، هي صفيه ربنا يحفظها لك ما بتبعتلكوش جوابات؟ لسه يا اختي. وده اللي قلقني عليها قوي. قلقانة عليها وهي بسم الله ما شاء الله بتتفسح مع الباشا في بلاد بره. ما انت عارف قلب الامهات يا درويش. اي والله، بيدوروا على اي حاجه يقلقوا عليها. قابلتوا الصديق وانتوا جايين؟ ايوه يا عم قابلناه. انا ما اخبيش عليك يعني، واحواله مش عجباني يا درويش يا اخويا. صديق مصدوم يا اخويا، وانت عارف نفسيته صعبه شويه، لكن ان شاء الله الزمن هو احسن دواء. ولازمتها ايه السيرادي دلوقتي يا عبد العزيز؟ ده شيء خلاص راح لحاله. ايوه ايوه، كل شيء راح لحاله يا اختي. امال ايه؟ الا قول لي يا عبد العزيز يا اخويا، صحيح الباشا نوى يعمل لك خولي العزبه؟ طبعا، ومن بكره باذن الله هستلم الشغل. الحمد لله. ايوه كده، العزبه يبقى لها خولي، حاسس بالفلاح الغلبان. ربنا يقدرني ان انا اساعد كل الفلاحين، واولهم طبعا هيبقى اخويا درويش. هاني انت بقول لك ايه، انا هكلم الباشا يرجع لك الفدان، وانت بقى سدد الديون اللي عليك. لا يا اخوي لا، بلاش تحرج نفسك مع الباشا، مش هيرضى. طب القليلة يأجروا القاسم، بدل ما يشتغل في أرض غيره يشتغل في أرضه. دي تبقى كرامة من الباشا لو وافق. إن شاء الله بكلمة من صفية يوافق، هو مش أبوك عمها وإنت تبقى ابن عمها. معلوم، هو الضفر يطلع من اللحم يا أولاد. درويش. نعم. عاوزك بس دقيقة واحدة. خير يا أخوي. حلوة قوي البتاع البسطة دي يا أختي. الفهم. بقول لك ايه؟ ايه يا اخوي؟ دب دي في المحفظة بتاعتك من غير ما حد ياخد باله. ها؟ ايه دي؟ انا قبضت مرتبي من مراد بيه، وبعدين الشتا داخل والاولاد محتاجين كسوة. يا اخويا كتر خيرك. انت ايه بس؟ مش انا اخوك يا درويش، انا اولى من الغريب. بقول لك ايه؟ سدد ديونك واكسي ولادك. ربنا يبارك فيك. We'll be right back.
يابا. ايه يابا اتاخرت قوي ليه كده؟ اصل عمك عزمنا على الغدا يا ابني. اه لا والله فيه الخير. طب مش يلا يابا عشان نلحق نروح. ايوه مش هتيجي معانا يا صديق؟ لا يابا روحوا انتوا، انا هقعد على القهوه شويه كده وبعدين ابقى اجي. طيب ما تتاخرش يا ابني. حاضر. ايه بقول ايه يابا؟ نعم يا صديقي. معكش ربع جنيه؟ نسيت فلوسي في البيت. ايوه يا ابني حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. عنك انت يابا كده؟ صديق. زي ما توقعت بالظبط. العشرة جنيه دي منين يابا؟ ايوه يا ابني دي من ما تكلفش خاطرك يابا، دي الحسنة اللي اديها لك عمي، صح ولا لا؟ اخرس يالا اخرس. مش حاب يا صديق تقول لابوك كده؟ هاني بمد ايدي واخد حسنة يا صديق؟ دي اخرتها يا باشمهندس. معلش يابا يا صديق، قصده يعني ان قصده انت عارفه كويس يا قاسم. ايوه يا صديق، ايوه العشرة جنيه دي خدتها من عم اخوي اللي صعبان عليه حلني بعد كل اللي عمله يابا. والله اللي عمله ما هوش اهم من اخوك ومرات اخوك واولاد اخوك اللي الهدمه دابت على جتتهم ومش عارفين نجيب لهم غيرها ولا طايلين ناكلهم. اسكت بقى اسكت، كفايه سيبنا نعيش وما تحملناش ذنب احنا ملناش كلنا ذنب فيه. ما تزعلش منه، ده ابنك برضه اخوي. معلش يابا، اصل صديق يعني راكبه الشيطان. لا حول ولا قوه الا بالله.